ورجعت لكم في حلقة جديدة من التساؤلات، أسئلتكم وإجاباتي. الحين خلي أبدأ أقوله، خلونا نبدأ. سؤال من صالح سلمان: هل تتوقع أن العضو العاشر يكون مستخدم فاكهة لوقيا وأن يكون عدو سابق؟ أخوي صالح، في حلقة هنا اسمها ثلاثية أودا، تكلم فيها عن الثلاثية في ون بيس، أجبت بشكل بسيط عن سؤالك، تقدر تشوفها وتوصل إلى أشياء أعمق من اللي بجاوبها الحين. أنا فعلا أتمنى أن العضو العاشر يكون عنده فاكهة لوقيا، لأن طاقم لوفي فيه البراميسيا وفيه الزون وناقصة منه اللوقيا. هل سيكون عدو سابق؟ لا أفضل صراحة، ممكن، لكن أنا شخصيا لا أفضل أن يكون عدو سابق. زي ما قلت لك، ارجع للحلقة هذه، اضغط هنا، فيها معلومات خيالية. سؤال من دي بي زد جوكو، الأخ عبد الرحيم أحد مشرفين المنتدى عندنا: هل تتوقع ظهور إكس دريك في المستقبل، وهل سيكون ضد أو مع لوفي؟ نعم، أتوقع ظهور إكس دريك في المستقبل، وتوقعي وأمنيتي أن يكون ضد مش مع ضد. صراحة أنا استمتعت في قتال لوفي مع روب لوتشي، قتال الباراميسيا مع الزون، وأتوقع لما يصير في قتال بين لوفي وإكس دريك راح يكون صراحة شيء خيالي. أتمنى، مش أتوقع، لكن حتى لو صار شيء حلو أنا ضايع، ما أدري أتوقع ولا أتمنى. تصادم عواطف، مطاط وديناصور، يعني قوة توحش. ولوفي لما يشوف إكس دريك بشكل الديناصور راح نفقع ضحك. سؤال من مونكي دي عمر: ما هو رأيك في أنمي إينوزوما 11؟ أخوي مونكي دي عمر، إينوزوما 11 أقدر أقول عنه المعروف لا يعرف، لكن عشان خاطرك ما راح أجاوبك الحين، لا، راح أسوي له حلقة خاصة. إينوزوما 11 من الأنميات الرياضية الرهيبة، وأنا أنصح فيه. سؤال من عزيز أحمد: هل راح تفتحون موقع رسمي في المستقبل غير جوجل بلس؟ لا أخوي، أنا طموحي أكبر من كذا، أنا طموحي أنه في المستقبل يكون لي مجلة خاصة مثل الشنن جمب، أنشر فيها مانجات وأعمال الأوتاكو. لا أخوي عزيز، ما راح أسوي لي موقع رسمي، راح أسوي شيء أكبر من كذا. انتظروا المفاجآت اللي أنا مخطط لها، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. سؤال من ليهاب ثائر أو إيهاب ثائر، والله ما عرفت أقسمك عدل أخوي، حقك علي، لكن ما هو أجمل آرك بالنسبة لك في عالم الأنمي؟ يعني بالنسبة لي أنا، أجمل آرك بالنسبة لي أخوي إيهاب أو إيهاب ثائر في عالم الأنمي، خلاني أعيد أشوفه مرة ومرتين وثلاث، هو آرك بين في ناروتو. شفت أكثر من مرة دخول ناروتو في إنقاذ تسونادي، ما أنساه. غضب ناروتو لما ظن إن هنا تماتت، لا أنساه. استشعارهم لغضب ناروتو والخوف، لا أنساه. أبوه لما يدخل عليه وفي حالة التوهج وخروج الهوكاجي الرابع ليون دايمي لأول مرة في ذكريات ناروتو، لا أنساه. تطبيق ناروتو لوضعية الناسك، آرك متكامل، ناروتو شيبوندن آرك بين، آرك متكامل جدا. سؤال من محمد عماد يقول: هل توافقني أن سلسلة مونوغوتاري هي الأعظم في تاريخ الأنمي؟ شوف أخوي محمد عماد، الأعظم في رومانس والشوجو أنا وياك، وأنا صراحة ندمت أني أهملت السلسلة هذه لما شفت آخر سيزن نزل منه، كوميديا ولمسات، يعني اللي يقول شوجو ومدري ايش ويخلي هالاشي، صراحة انا اقول لك معليش، انت مثلي سابقا، ما عندك سالفة، ما عندك نظر. مواقف مونوغوتاري رهيبة يا اخي، اول مرة في رومانسية قاعد اسوي كذا حماس. سؤال من xx.f يقول: من متى وانت تشوف انمي، او من متى بدأت تتعمق في مشاهدة الانمي؟ من متى انا اشوف انمي؟ من انا طفل صغير الى اللحظة هذه وانا اتابع انمي. كنت اتابع انمي في فئة العمرية للاطفال، بعدين صرت اتابع انمي في فئة العمرية للمراهقين، بعدين صرت اشوف الانميات اللي فئتها العمرية تتناسب مع الكبار. سؤال من ام اتش تيمي يقول: ما هو انطباعك عن انمي
نوريغامي. اعتذر منك اخوي، انا لسه ما شفت اللي هو نوريغامي اريغاتو اعتقد اسمه كذا، ومع انه مسوي ضجه وكثار كان لهم توقعات عنه انه راح يكون شيء رهيب، لكن اعتذر انا لسه والله ما شفته، لكن اول ما اشوفه لك وعد مني اني اسوي له انطباع واقول لك رايي فيه بكل صراحه. سؤال من ويان المواني، ما هو اكثر ارك لحس مخك في انمي دراغون بول بسبب الاحداث اللي فيه؟ صراحه اخوي ويان ممكن كثير منكم يختلف معي، لكن انا من عشاق ارك سل بسبب الاحداث اللي فيه. من ناحيه الاكشن والحماسيه ازيد على الاجابه اجابه ارك فريزا من ناحيه الاكشن والحماسيه، لكن من ناحيه تنوع الارك وكثره الاحداث اللي فيه بالنسبه لي ارك سل. السؤال العاشر من سالم كيلوا، متى تعلنون نتائج الفائزين في مسابقه الاي ام بي؟ متحمس اجل ها متحمس سلومي. طبعا الاخ سالم كيلوا من المشاركين في مسابقه الاي ام بي. شنو هي مسابقه الاي ام بي؟ مسابقه الاي ام بي هي مسابقه تصميم فيديو كليب للانمي، مقاطع وموسيقى حلوه من الانمي، وترفعها على منتدى AI Show على جوجل بلس او جوب AI Show على جوجل بلس. طبعا رابط المنتدى او الجوب تحت مربع الوصف مربع الديسكريبشن، تقدر تدخل تتناقش نظريات اسئله وما الى ذلك. وفي مسابقات زي مسابقه الاي ام بي، في مسابقه راح تجي مسابقه الرسم، مسابقه النظريات، مسابقه القصص، وراح تكون في حلقه خاصه كل اسبوعين عندي اسمها مقتطفات الاوتاكو، راح يجي فيها اكثر اوتاكو محترم في ردوده ونقاشه وراقي في المنتدى، واعطيه وسام ارقى اوتاكو، راح اجيب نظريات، راح اجيب سؤالين او ثلاث اسئله خاصه تكون ماخوذه من المنتدى، رسمات، مسابقات اي ام بي، اعلانات خاصه، ومستقبلا ان شاء الله هدايا خاصه للفائزين والمشاركين، رابط المنتدى تحت. وبالنسبه لسؤالك اخوي سالم كيلوا، يوم الاربعاء ان شاء الله راح تشوف النتائج. طبعا ان شاء الله اني احاول قدر الامكان اني اخلي الحلقه هذه اسبوعيه. حط سؤالك في الحلقه هذه، راح ناخذ فقط 10 اسئله، اكثر 10 اسئله تاخذ لايكات راح ترفع لي. في النهايه لا تنسون الشير، اللايك، السبسكرايب. شوفكم.